صباح الخير والبركة، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح مي. برحب بزملائي خلف الكاميرات وبزميلي اللي بيشاركني الحلقة النهاردة. صباح الفل يا أندرو. صباح الفل عليك يا مونيكا، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا في كل مكان. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج صباح مي، حلقة يوم الاثنين 23 ديسمبر 2023. إن شاء الله أنا ومونيكا هنشارك حضراتكم هذه الحلقة على مدار ساعتين في ثلاث فقرات. الفقرة الأولى بالتأكيد زي ما حضراتكم متعودين مننا دايما بتكون الفقرة الإخبارية اللي بنقول فيها أهم وآخر الأخبار اللي حصلت مؤخرا. بعد كده بيبقى عندنا الفقرة الثانية تحليل صحفي لأهم منشطات وعناوين الصحف، هيبقى في ضيافة أندرو تليفونيا الأستاذ عبد الستار حتيتة الكاتب الصحفي. أما بقى فقرتنا الثالثة والأخيرة، فموضوعنا النهاردة أعتقد موضوع مهم جدا بالنسبة لشريحة كبيرة من المجتمع المصري، لأنه بيهم أولادنا. خلاص بدأنا موسم الامتحانات أو داخلين بقى على موسم الامتحانات، وحديث مهم عن الدراسة وموسم الامتحانات هيكون في فقرتنا الثالثة والأخيرة اللي هتقدمها لنا زميلتي مونيكا، وهيكون في ضيافتها دكتور مجدي حمزة الخبير التربوي هنا في الاستوديو عشان يناقشوا هذا الموضوع ويجاوبوا على كل الأسئلة اللي حضراتكم بتسألوها. بس قبل كل ده مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا هنخرج لفاصل سريع ونرجع تاني نبتدي أول فقرة في حلقتنا. خليكم معنا.